السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بفضاء الرياضيات المستوى الثالث، بالضبط التمارين الموجودة في الصفحة 28، يعني من الدرس الأول في الوحدة الثانية، قياس الأطوال. بالنسبة لهذا الدرس هذا للتذكير أننا يعني تطرقنا إلى المتر وأجزاؤه، اللي هما الديسيمتر، السنتيمتر، والمليمتر. يعني التلميذ في نهاية هذا الدرس خصو يتمكن من استعمال جدول التحويلات الآتي بطريقة صحيحة: المليمتر، الديسيمتر، السنتيمتر، والمليمتر. يتعلم يوضع الأعداد ويحول، كذلك المقارنة. إذا قبل ذلك وكذلك معرفة العلاقة بين السنتيمتر والمليمتر والديسيمتر والمتر وقراءة الأطوال يعني من مسطرة مدرجة بطريقة صحيحة. التمرين الأول: أحيط بخط اسم من قام بالقياس الصحيح. عندنا قطعة، هي القطعة نفسها في جميع الأماكن. إذا عندنا هنا الوضع، بدأ أول حاجة نتحقق من الوضع الصحيح للمسطرة. إذا الوضع الصحيح هو طرف القطعة خصو يكون مطابق للصفر، إذا هذا وضع صحيح. ننتبه عندنا سنتيمتر واحد، سنتيمتر جوج، إذا واحد سنتيمتر يمثل 10 مليمتر. إذا 10 20 زائد كم؟ 7 تدريجات، إذا 27 مليمتر. إذا هذا قام بقياس صحيح. ننتقل إلى يعني الشخص أو الطفل الثاني. انتبهوا، أول شيء ومننا غادي نعرفوا لا داعي باش نقراو كاع نهائيا باش نقراو القياس، لأن الوضع خطأ، لأنه وضع طرف القطعة غير مطابق للصفر، وبالتالي القياس الذي سيقرأه سيكون خاطئا. إذا هذه خاطئ، مناش خدينا انطلاقا من الوضع الخاطئ، بما أنني وضعت المسطرة وضعا خاطئا فالقياس غادي يكون عندي خطأ، إذا هذا خاطئ. ننتقل إلى الحالة الثانية الثالثة للطفلة. أولا الوضع صحيح، طرف القطعة مطابق للصفر، إذا كم من سنتيمتر؟ 1 2. وكم من مليمتر؟ 7. إذا 2 سنتيمتر و7 مليمتر، وهذا قياس صحيح. ننتقل إلى التمرين الثاني. بالنسبة للتمرين الثاني، أرتب قياس القياسات من الأصغر إلى الأكبر. أول شيء خصك تلامد يرسخوا في دماغهم أن لا يمكن مقارنة قياسات وهما بوحدات مختلفة. مثلا عندنا سنتيمتر، عندنا متر، 8 سنتيمتر، انظروا إلى الوحدات، 8 سنتيمتر، 1 متر، و 4 سنتيمتر، و 8 مليمتر، إذا وحدات مختلفة، هنا السنتيمتر، هنا الديسيمتر. هل يمكن مقارنة هذه الأعداد والوحدات المختلفة؟ لا يمكن. لمقارنة يجب أن نحول جميع القياسات إلى نفس الوحدة، سواء أي وحدة، ولكن أنا أنصحكم بأصغر وحدة لأنكم عاد كتعلموا. إذا المليمتر هي أصغر وحدة. نبدأ 8 سنتيمتر، إذا لكي أضعها الوضع الصحيح أقرأ الوحدة سنتيمتر، أبحث عن خانة سنتيمتر أضع فيها 8 وحولها إلى المليمتر، إذا 0. إذا كم هي؟ 80 سنتيمتر، 80 مليمتر، إذا 80 مليمتر. كتبنا 80، ثم نحول 1 متر، إذا الجدول سأضع 1 في المتر وأحولها إلى المليمتر، إذا أصفار، وأقرأ العدد 1000 مليمتر. ثم 4 سنتيمتر، إذا سأضع 4 في المكان ديالها، و 9 مليمتر، إذا كم القياس ديالها؟ هو 49 مليمتر. ثم أحول 5 سنتيمتر، دائما في الخانة السنتيمتر 5، أحولها إلى المليمتر تعطينا 50 مليمتر. ثم 2 ديسيمتر، إذا أين هو الديسيمتر؟ هنا سأحوله إلى المليمتر 200، إذا سأكتب 200 ماذا؟ مليمتر.
إذن شنو غادي نقارنو؟ 200 دابا بما أننا حولناها لنفس الوحدة، إذن الأمر أصبح سهل للغاية. إذن سنقارن الأعداد، 200 وعندنا 50 49 1080. أول شيء سنرى من كم من رقم مكون هذه الأعداد. هنا عندنا ثلاثة الأرقام، رقمين ثلاثة أربعة أرقام، رقمين أربعة أرقام، رقمين رقمين ثلاثة أرقام. إذا العدد الصغير غادي يكون مكون من عدد أصغر الأرقام. إذا عندنا رقمين رقمين رقمين. سنقارن العشرات، 5 4 8. إذا أصغرها 4. إذا 49 مليمتر هي الصغيرة التي تساوي 4 سنتيمتر و9 مليمتر. 4 سنتيمتر و9 مليمتر. ثم تليها 50 مليمتر التي تعادل 5 سنتيمتر. وخا حولناهم هادو غير باش يساعدونا في الترتيب، لكن في الكتابة كنكتبو الأعداد الموجودة في البطائق. تليها ماذا؟ 80 مليمتر، يعني 8 سنتيمتر. ثم ماذا؟ 200 مليمتر، يعني 2 ديسيمتر. ثم أخيرا 1 متر الذي يعادل 1000 مليمتر. إذا هذا هو الترتيب اللي مطلوب مني. ننتقل إلى التمرين رقم 3. تابعوا التمرين رقم 3. ألاحظ الأشجار في حديقتي أزرع وأكتب قياس طول كل شجرة في المكان المناسب. أولا لاحظ الصورة جيدا، هناك 4 يعني أشجار بأطوال مختلفة. إذا شكون هي أطولهم؟ هي هذه، وأقصرهم هي هذه. إذا درنا الترتيب، إذا شنو غادي نديرو؟ سنقارن بين هذه الأعداد. وقد سبق وذكرت في التمرين الثاني أن لمقارنة الأعداد يجب أن نحولها إلى نفس الوحدة. إذا سنحتاج إلى جدول التحويلات، يعني المتر وأجزاؤه. إذا هنا رسمته متر أجزاؤه، متر ديسيمتر. أضع بما أن عندي هنا سنتيمتر وهنا سنتيمتر، إذا نحتفظ بهادو بالسنتيمتر لأنهم عندهم نفس الوحدة، ونحول غير هذه وهذه. إذا للتحويل عندي 2 متر سأكتبها في الخانة المتر، ومعها 50 سنتيمتر. 50 سنتيمتر. إذا أردت تحويلها للسنتيمتر ستعطيني 250 سنتيمتر. ثم 2 متر أحولها إلى السنتيمتر، يعني 200 سنتيمتر. الآن سأحاول مقارنة هذه القياسات الأربع. إذا باش نسهل الأمر سأبحث على أكبر هذه الأعداد الذي سيعطيني الطول ديال هذه الشجرة الكبيرة، يعني أطولهم. سنقارن بين 95 و190 و200 و250. إذا أكبرهم هي 250، إذا طول هذه الشجرة هو 2 متر و50 سنتيمتر. 2 متر و50 سنتيمتر، يعني هذه البطاقة هذه. من هي التي تليها يعني مباشرة موراها؟ إذا رتبناهم من الأطول إلى الأقصر سنجد هذه الشجرة. إذا ما هو العدد الذي يلي 250؟ هو 200، إذا 2 متر. الشجرة التي تليها من حيث الطول هي هذه، يعني 190 سنتيمتر، وآخرها 95 سنتيمتر. يعني إذا تمكن التلميذ من معرفة وترسخ في الدماغ ديالو جدول التحويلات، وعرف يوضع بالطريقة الصحيحة والتحويل بالطريقة الصحيحة، باقي التمارين كلها غتجي سهلة. ننتقل إلى التمرين رقم 4. أكمل ترتيب القياس الأطوال ترتيبا تزايديا. وما سهلوا لنا المسألة لأنهم وضعوا لنا 900 مليمتر، إذا هذه البطاقة تم وضعها في المكان ديالها. ثم 2 متر و70 سنتيمتر، إذا حتى هذه البطاقة شنو اللي بقى؟ 4 بطاقات. وغادي نعاودوا نفس العملية، أن
لمقارنة الأعداد يجب أن تكون في نفس الوحدة. إذن هنا باش نعرف المقارنة الصحيحة ديالهم خاصني نعرف نحولهم لمليمتر. إذن سأرسم الجدول بعجالة: المتر، الديسيمتر، السنتيمتر، المليمتر. المليمتر، إذن سأضع 10 ديسيمتر وأحولها إلى المليمتر تعطيني 1000. 1000 مليمتر. ثم هذه ديجا حولوها، إذن سأحول 7 متر وعشرون سنتيمتر. 7 متر وعشرون سنتيمتر ستعطيني 7200 مليمتر. 7200 مليمتر. ثم سأحول 3 أمتار، إذن إلى حولتها أعتذر هنا مليمتر كاين النقص ديال الأم، 3000. إذن سأكتب هنا 3000 ماذا؟ مليمتر. ثم 85 سنتيمتر، 85 سنتيمتر سنحولها، هي 850، 850 مليمتر. إذن أصغر هذه الأعداد وبالضبط خصها تكون أصغر من 900 مليمتر هو 850 مليمتر، إذن 85 سنتيمتر. تسعمائة مليمتر، ما العدد الذي أكبر من 900 مليمتر ولكن أصغر من 200 متران وسبعون سنتيمتر؟ إذن سنبحث على عدد اللي هو 1000 مليمتر يعادل 10 ديسيمتر. ثم 7 متر أعتذر، ثم 3 متر، وأخيرا 7 متر و20 سنتيمتر.